صباحكم مسك، صباحكم أحلى صباح تسمعوا فينا كي العادة من 8 للتسعة على راديو مسك 106.9. وكي العادة ديما عندي ضيف معايا في الليميسيون. ضيفتي اليوم أكتريس سينما تلفزيون وكانت قبل مانكان، شفناها في مسلسلات أفلام، شفناها على لي ريزو سوسيو، مواقفها ورايها تقولهم كان درشنا وتعمل لها كي يبدأ عندها راي تتبنيه للخر. عبير بناني فرحاني برشا اللي انتي بحلينا اليوم. صباح النور، نورتنا. عايزك منوره بجهودك. ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي اللي انت جيتنا. Tu as une très belle voix. Merci, عايشك. À part le visage et la belle expression, tu as une belle voix. Merci, عايشك. Et c'est important à la radio. Oui. تريك نويه صوتو خيب على الصباح. صوتو الصباح. أي. Merci, هكا حشمتني عرفتك اللي. ما كنتش سنة بهذايا. جبتها لي على غفلة. بالحق هو الصباح سي تري امبورتون انه واحد يقوم على صوت. على خبر حلو، على منظر مزيان، على ناس. وصوت يرتاح. مسؤولية تكلم الناس الصباح وهم. هما في الثنية هذيك علاش حتى المسؤولية في اختيار الناس اللي هكا تكون بحذيرة. نحاولوا ديما نكونوا الناس اللي نعرفوا عندهم سيس كي ما موتيفي باش نجي. مانيش بنكذب عليك انا لي انفيتاسيون سي فري كو ال سو فون دو موان اون موان parce que j'ai pas arrêté d'en refuser, mais quand il s'agit de contenu qui m'intéresse, qui m'identifie ou pourquoi pas ton choix d'invité était la motivation. شفتك جبت منير ترودي، انا مغرومه برشا بصوت منير ترودي والريجستر اللي يغني فيه منير ترودي. نموت على صوت وما يمشيش راه نموت على الزياره. نعرف والاخر سهير بن عمار زاد ما تمشيش جمله. سهير ما تمشيش بالحق جمله وفرحانه برشا اللي برشا ممثلين ما يمشيوش. زاده فاطمه بن سعيدين ما تمشيش جو بونس. مره هي مانيش نحكي لكم على البوزيسيون تاعهم، انا ما نجمش نحكي على العباد، اما انا فما دي سوربريز راه الفتره الجايه في لي زانفيتي برشا عباد ماذا بيا راهم ما نراهمش ماتنان سي لوغ شوا وبا ما نعرفش. هو شوف احنا هي ميكس اللي صاير وباش لي زانفيتي هذوما يجيو فما برشا عوامل. اول حاجه ساعه مسك راهو راديو اللي عندها ثنيه سبيسيال لا راديو دو ميوزيك اللي هي نو سي لا ميوزيك احنا الموزيكا شيخه نحبكم برشا هنا. وحتى الشوا نتاع الميوزيك برشا ناس تحب الموزيكا نتاع مسك ولفات اللي تحبها مسؤوليه ثانيه شي اون بلوس مش كاين ريجيستر دف 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 نيش وحده. انا نحب برشا مسك ومسك تحبك وانا قلتها لك ديجا احنا نحبوا لي زانفيتي اللي نعرفهم باش يعطيو لو بلوس واللي يحكيو من قلبهم كيفك انت ويكونوا صادقين. ثاني حاجه كيما قلت انت الموزيكا مسؤوليه شنو باش تسمع الناس. الحاجه الاخرى اللي احنا نحبوا نسمع التونسي بالحق راه التونسي احنا الساعة اللي قبل صباحك مسك راهي كلها أغنية تونسي ونحاولوا كيف في الميسيون عادة ما نقومش بكري برشا انا يعني يحرز اليوم قمت لك الستة بتاع صباح باش جريت وعملت عومتي وقديت شعيرات باش نزيدوا في التونسي باش نقول لكم باش نزيدوا في التونسي في وسط النهار باش نزيدوا عليه دي زارسيس مانيفيك. انا مغرومة به جونس مظلمة ساعة كشتي بروبوزي جونتيمون دو لانفيتي خاطر سريع جدا نورنا في كل وقت وبالعكس احنا مخممين فيه وانت زدت اكدت لنا عايشة. وبالعكس نفرحوا برشا كان يكون بحضرنا ملا صوت كيف هو مزيان. فما برشا ما تراهمش يخدموا وحدهم سيكنيت ويمنتي وحدهم كيما برشا دي زاكتور اللي لا كومبري لازم يجيبها بذريعه كيما انس جابر يا باش تحفز اخيك وتعمل حاجه وحدك ولا لي كيما الطفل نتاع الدريفت فهم اللي ماهوش باش هي هو نوت ميك ات وحده دونك اما ليميسيون ديجيتال تخلى بين بالسيف دونك انت اللي قلت توا اللي قلت لي حتى قلت لي على الشوا وعلى ليميسيون احنا في الاخر الشوا شنو الموهبه يكون بحذنا معناتها اللي حضروا لا ريزيليانس والحاجه الاخرى اللي معناتها كيما كانت سهير كانوا بحذنا اناكتس اللي هما لي شامبيون دو موند نتاع اناكتس وورلد كاب اللي ما حكى عليهم حد احنا جبناهم حضروا بحذنا على درجه يحكيوا على الملوخيت والدنيا والشاي سي ان ايفينمون امبورتون ما نجموش ما نحكيوش على نجاح كيما هكا. فبالنسبه لنا احنا اي قصه نجاح تونسيه شوف التونسي اللي عمل الاغنيه ودافع عليها وكتب ولحن ودفع على الكلمة التونسية سكسس ستوري يعرف روحو يجي هنا إناكتس ناس قاعدة تخدم ونور تونس خذوا كوب دو موند دونك احنا ليميسيون محلولة للناس الكل ونتصور إذا باش يكونوا بحذنا رياضيين راهو ليميسيون ماهيش كاين فن ليميسيون فيها نجاح وأي تونسي قاعد يأثر باش يهز المشهد التونسي. ميرسي برافو هاكا عملنا لكم دخلة بروموسيون برافو فوالا نو ما نحبش رمي الورود
ميرسي شهاده شهاده نعتز بها ونقول لك بالحق نعاود نقول لك اللي نورتنا ومحليها الدخله اللي عملتها لنا. وخلينا نسمع ديجا قبل ما نبداو نحكي ومادام نسمع احنا عملنا البارتي الاولى بروموسيون ليميسيون فنسمعوا اول اغنيه ونرجعوا نكملوا نحكي. ما زلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 وعلى مسك أرت وعبير اختارت انها عبير بناني اليوم قالت نحب نسمعكم ظلمة اللي هو محلي. مغرومة به برشا كنا نسمع فيه وراس ولدي الغالي لا نعرفه ان بيرسون جو لي جامي رونكونتري لكن مشجعت اغنيته ومن وقتها عجبني برشا صوته والليركس والديتيرمينيل لا ريزيليانس قداش نحب العباد كي تبدا تخدم حتى ماهيش موتيفي تخدم هي كون سول ريغل تخدم ان جو قالك تاليني سي اباغا فيرا اون جورنو كي سي اباغا tu vas être récompensé تتوي ليلها تتعلف ان ديك خيري لازمو يشوفو نبعثوه له خليه يشوف كل جون فما عبيد قد توفرها في الحيط وهي تخربج باش تطلع الفرنك علاش اللقات اللي في الشارع باغ اكزومبل. Il a choisi de faire un métier très 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 difficile malgré les filles l'hakra ou l'abbaye tourzolo drakifej ou l'khatr yibda mouch libs belgde ou kul chay à peine on lui sourit محليك يتعملوا ام تي تشانج راجل يبدا يحوس بك تبريد تاي في عز الصيف ولا حتى في الواد انا ماما اللي فيت عملها تاي سامباتيك ومش نيغوسي معاه انت سيتك تلقاك دراوين تمشي تفطر بطريقه ديج صح ربي يزيدك ترقاك تي نيغوسي مع اللي قاعد يعمل في الهندي هذه راهي ياسر مهمه كاريتا نتاع الهندي امانك دي كل بشوك انا نعرفش معناها هندي بابا مزلفين معناها كي تلبس مش دي غون اللي تخيلهم في مخك كل انا كي نمس الشكاره وهي منظفه جي لو لوكس على غالب فما العقليه كلي نتاع اسمعني هو سي سيغ كي جاني توا وباش يبيع لي باش يغزر لي شنو لابس باش يغلي علي قداش باش يغلي عليك قداش راهو قاعدين يتقرقشوا على 2000 فرانك اسكو انت تو نيغوسي في ماركه كبيره في حانوت معناتها تبيع لك في حوايج ب 100,000 مستفاد وامبوسيبل ولي نيني هذيك ما تكلموش سالون دو كوافير تقولها 500,000 وتعطي امورها في السويس شنو ما تقولش لكن هذوما الناس راهم تاعبين ناس معناتها اختار انه معناتها هذيك هو هذيك خبزته هو على الاقل ما مشاش اي ما جاش يلتموندي ما قال حتى كان ما عندك حتى حق باش تنهرو ولا اختار ثنيه غلطه اختار انه يشمر العذر يرحم والدي نزيد وانا معناتها واحده من الناس نقول نزيد ومش هذيك اللي تمشي معاها الزكت انا كل مره يقولوا لي انت تفتي اين سي ما فيلوزوفي مون انتربريتاسيون اي مون اناليز الديني انا نقول هذيك الصدقه اللي ماشيه للعبد الصحيح قاعد لي هكا يدو هكا مكسور قاعد زعما وانت تقولك الكلاص وحالتك معناها لاباس فيزيكمون مادامك مش معاق ما نعطيكش وانت تطلب انا ما نعطيكش وانت تطلب انت قاعد تكركر فك الوحده ويعلم بك ربي هاك تجرحت بالبلار وهاك بالريحه المنتنه نتاع حشيكم ديزولي انا هذاك نعطيه بالنسبه لي انا هذاك زكيت دونك هذاك وحنا قصدين ربي الصباح اي شخص يعرضنا مهما كانت الخدمه نتاعو بسيطه حتى كان ما قدرتش انك تعطيه حاجه اعطيها كتبسيمه على الاقل انت تخليه يرى اللي انت قدرته ومقدر المجهود نتاعو ما نجم ما تحبش ماكش مامن انك تعطي ما تعطيش اعطيها كتبسيمه هي ما تكلف حتى شيء وهنا وانا نسمع ولي صحاب انا وياك بالحق سي مور احنا صحاب باسكو سي ساي هذيك هو ومن القلب الكلام خارج وانت تحكي توا نعاود نرجع ونقول عبير اللي ديما تحكي من قلبها واللي نلاحظ مهما كان التصريح اللي تعمله معناتها تقول حاجات مقلقتك حاجات مش عاجبتك حاجات اللي ما تمثلكش وباقي تتبنى رايك وتقول انا ما نندمش انا مرأة هذاك الموقف نتاعي نتبناه للاخر انا كي باش نرقد في الليل ماني خاش الحرابش خاش جاي في انتيريور بالعمر بالماتوريتي بالاكسبيريونس باليوم تغلط ومن بعد تصلح وتغلط غدوه وتزيد تتعلم وتتحسن وكل يوم انت تشالنجينغ يور سيلف ماكش تشالنجي في العبيد شكون هم العبيد شنو معناها انت زعما حياتك زعما انت بالنسبه لك انت ايت ان روبير بالنسبه لي انا البونو باليتر انت سكي بو تو فير بليزير وضحكك ويفرحك نجم يكون مش الكام نتاعي
الخروج والدخول والشنعة والسهارة كي كنت صغيرة وي سيتي سيتي ان لوبجيكتيف دو في سا نو لي بلو هذيك كيما قلت الخروج ولا ما عادش ما سينيفي غيان دو تو بالعكس يولي عنصر موجود في حياتك لكن ماهوش هدف الهدف نتاعك لابي ما تنجمش تكون الخارجه اللي مريحه شفتنيش كي كنت صغيره كنت مفرفته كي الناس الكل في عمري ان مومون دوني سيتي مون اوبجيكتيف دابارايتر دو 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 سوليسيتي لانتيري نتاع العباد جيتي اكسوسنتريك ان مومون اي كاو بالعكس قعدت جو مو روتير باسكو يا بلان دو ميديوكريتي ça ne m'arrange pas ou صحابي ولا قلة بالعمر c'est systématique تولي plus sélective انا وانت تحكي لي مانيش محضرتها راهو ماما قبيله نقرا فيها الصباح وبالحق ما توكي قلت لي باش نولي صحاب بالحق باش نولي صحاب بالانرجي اللي انت تحكي لي بها ثم كاتب سعودي يمكن مانيش غلط خليجي هو سكي سور سعود الحمد اللي عمل كتاب اسمه الحياه بنكهه لي الحياة بنكهة لي كي تقراه هو كله دي ميساج ومنهم اللي قاعدة تحكي فيه أنت والميساج اللي قريته اليوم صدقني منت هذي قريته 6:30 تاع الصباح اللي يقول لك لا تتحمس في إطلاق الأحكام على الآخرين لأنك كلما كبرت اكتشفت أن كل الذين كنت تسخر من طريقة حياتهم كانوا على صواب كلما كبرت اكتشفت أنك كنت تنظر الأمور من زاوية مثالية خيالية وأن الواقع يفرض أشياء كثيرة على الناس لا تسخر من تصرفات الآخرين واللي حبي كمل يقراها جست يحط في جوجل الحياة بنكهة ليت ويلقى البقية متاحة هاج ما تنضي كي سوليسيتي العباد باش تتعلم تقول لي هو شي يقول لك باش تقول لي هو ريت هذيك هو العنوان متاعه هو يقول لك لي معناتها الحاجات اللي ما لازمكش تعملها باش انت ترتاح معناتها انك تو تي انتربريتاسيون تو تي كيستيون دو باك جراوند انك العنوان ضيعني نسخلو باش يعلم العباد لي موتيف ادير نو باسكو سي فري كو سي ان تاش تري ديفيسيل بور كيلكان qui naît d'honneur. Parce que j'ai fini par croire les femmes deux catégories de la bête. Les gens empathiques qui tout le dos y attirent, marloukine puis attirent, ou femmes manées, l'autre ils ne savent que prendre. J'ai fini par croire à ça. Liati, tu as ben maman, regarde, mais t'as juste t'as bon tu t'es واللي ياخذها سي ان دووا كي بالنسبه ليه هو خاطر سانسو اي ني با امباتيك مع لا بيلوش ياخذ 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 سان فو لو جور تو تو اي فيد اي سو ريتورنورا فير كلكان دوتر ما تخافش اي فا سو تروفي دوتر بروا اما سولوي كي ني دونور مسكين قداش ياكل على مرمتو اللي صدق العباد اللي تبدا على نيتو اللي بقلبو يهنيش يعمل لازم هو يبدا من روحه انا ننصح ونقول له كلمه اللي تتعلمها ما تنجمش تبدل الاخرين ما تنجمش تبدل الاخرين يرحم والديك وما تنجمش حتى تبدل روحك اي سي سا لو بلو غران كومبا اللي عشت توت توت سي زاني خاطر وقت اللي فقت اللي برشا عباد قاعد تصغل فيا على طيبتي على نايفتي نتاعي اللي هما دو نو جور يسميوها ستوبيديتي يسميك قد بهلوله pour ne pas dire autre chose donc انا تعلمت العباد بالعكس هو الانسان اللي يبدا بنيته بنيته معناتها هذيك سيت اون كاليتي اي ما العام اليوم il faut pas dévoiler la face العام اليوم الناس كل هيت 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 كم بيس كيفاش درشنو بريف دونك تعلمت نعملو الحاجات اللي لازم نحب نعملها خاطر انا كي نعمل الخير سيد لالتويزم سيد ليغويزم بوزيتيف نعطي وفما ريبركسيون كي تبدا كطفله صغيره فرحانه ولا كو لو سورير دو ساتيسفاكسيون هذاك اي مكومب ساعه اثنين عشره نهار با امبورت كي نعطي ساعه غراس او بون ديو كي ما دوني اون بوزيسيون اللي نجم نعطي كنت نجم نكون انسان دون اون بوزيسيون اللي يلزمني ناخذ هي اللي قلتها ديجا اللي ثما برشا ناس ما تفطنش بها هو من يعام ربي عليك انه يعطيك الفرصه ويعطيك وسخرك باش انت تعامل يعطيك الفرصه العبد. ويعطيك القوه ويعطيك الامكانيات انك تكون الحمد تعاون. لله يا رب هذه راي من اكبر نعم ربي عليك غيان كو انا عندي فما ساعات كي نخرج من الاقامه نتاعي كي نلقى امراه كانت تنظف في ديار العبيد مثلا نعقلها خاطر كي نجري في حومتي وصلها بالموتور بلاش خسرت عليها حتى شيء ابار لي انا جي ريدوي لا فيتيس باسكو سي تي دام دو سيرتاناج فالله يرحم والديك الله يبارك لك الدر شنو شي ميد ماي داي وفي هناك سيجي نحكيوا على موضوع اخر قداش نفرح كي نبدا دون لا كاباسيتي دو بوفوار ايدي حتى بنسيح اللي تسمعوا فيها توا في راديو مسك هي عبير بناني ونذكر اللي هي
في مرحلة ما من حياتها كانت في الأضواء، كانت في عالم اللي بعيد برشا أنه باش يخليك تدخل في الكوتي هذية سبيريتوال والكونيكسيون. فهم عبيد هكيكا واثقة ليه لكن يسرقك الشهرة هذيك، تغلطك ما نتفرج في المرأة تغلطك لكن أنك شوف أنك تقعد أوتنتيك وتقعد معناتها تخدم على روحك وعلى الكونيكسيون مع روحك في عالم هذيك الكل، راهو ماهيش حاجة سهلة حتى ترى. أي سي بور سا اليوم بالحق برافو، خاطر قاعده تقول فيه مكشوف. ثم الانسان اللي يبدا يبيع لك في كلام يبدا ظاهر، الانسان اللي ظاهر معناتها اللي يحكي من قلبه. وعلاش يبيع لك؟ مالوغوزمون اليوم احنا في وقت يا عبير، اليوم في وقت يا عبير انت بتجيب لي كاستينغ تاعها ما كلمونيش انا حتى على الخدمه، معناتها ميم بور سوا ديزون باسي بور كيلكان دوت كو جو نسوي با. لكن انت تعرف وين نعرف اللي اليوم احنا في وقت اللي ثقافه النومبر دو فيو والفولورز هذيك وين غادي 220 نحكي لك ما نخدمش بيه هنا. ما عندها اليوم فما ناس تقول ميساج ساعات غيان كو باش تتشاف انت لينا انت قاعده تقول فيه. بالعكس هما قاعدين يقولوا في حاجات وهذه هو اللي منرفزني انا سوشيال ميديا اللي قد ما يزيد يغرق اللوطة في الباساس قد ما العبيد تبع فيه سام ريفولت autant d'interaction معناها هو يقول لك نعرض فيها ما راهو قاعد يطلع مش عارف اللي هو حتى الكومونتير هو مش عاجبه يعرف مليار مره تقول له راهو اي انتراكسيون حتى بالسبيت راهو تي كونتريبيو ا سا فورتون ومش مازال يمد لك وجهه كل يوم وينظر عليك ويقول لك هكا نعيشوا أنا افطرت هاني تعشيت صحنيتها مفرد فتا قدام الناس هو على قد ما كلامك بالحق أو كل كونسيدراسيون أمان يسر عميحة ما بالفاسان تقولي فيها ليه بالعكس قولي خاطر جباد رايد انت ضحكني خاطر خففت وخاطر هو واقع اللي تقول فيه سمحني تمرتيقك وانت تذوق في ان برودوي كو تو فاند دابور هذا إلي انكونسيفابل كما مقبلة فوت جورناليست قالت لك تعمل يبداو يعمل طق 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 باللي فهموا طرطق طق طق هذيك شنو عزه ديما ونور ديما هذيك الرمارك تقول لي بربي شي واحد يصور معناتها مش كل شيء يتصور ولا وتمرتيق وي هذا بني هذا بني. فما انسان زوالي ما عندوش لي مويان اي عنده تليفون ب 200 فرنك ما شاري من حومه ولا ما نعرفش ولا المستشهر اليوم المستشهر يقول لك راهو تفرض عليهم يقول لك انا نحبك تبيع لي البرودوي هذاك بالطريقه هذيك والله تو بون بارلي افيك اون ديس جو سوي با كونتر لو ميتي مادامها تعبه ومادامها ماخذه بار كبيره ياسر من حياتها العائليه وحياتها الشخصيه خاطر يفيف بلو هما ما عادش عايشين هما يمشيوا للسهر يدرقاهم كي صوروا في بعضهم بداوا اربع انستغرام زيد ترقاهم كلهم بالتليفونات مستحيل تلقى واحده قاعده راسه وتستطعم في حاجه غيالمون وهبطت مستقره يعني هكا مفوت اللوطه ليه هما بيدهم راهو ايزون فوندو لوغ ليبرتي كي نحب با تري مانيش نحكي على الميتي نحب جست نكمل اكت مرتيق امانك المراه الحبله اللي تتوهم اللي عايش في كندا اللي عايش دراوين يتشهى الزوالي امان يزيو من الماكله باش نكملوا نحكي احكي اللي تحب باش نسمعوا اغنيه اخرى انت اخترتها لنا ونرجع. مازلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 وعلى مسك.art وكنا نسمعوا في اركز هيب هوب اخترتها لنا عبير بناني. Aman, ça ne te transporte pas. Tu ne fais pas un voyage quand j'allais dans le pays d'Arabie où tu chauffes le canon. Et كلمة زايدة ما يقولوهاش لأربع أولاد. أنا مشيت لهم فيستيفال دو كارتاج عمل كيف 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 كيف. برابي تصفيقة سبيسيال اركز هيب هوب. اركز هيب هوب. خاطر. Voilà un produit tunisien dont tu peux être fier. وكلمة زايدة لي ومحلة لبستها ومقداش محلة. Ça, c'est un fruit de travail, j'imagine, de je ne sais pas combien d'années. برافو برافو ليهم. ماني قلت لك شوف برشا راهو قاعدين يخدموا توا برشا كيما قلت انت توينسا راهم قاعدين يخدموا. اسمعني ثم دو شوا يا باش تقعد تشكي ديما توندونس اي عندنا شكوى انا بدي انك نهار جني ضيف رغم اللي وانت هك تبعت مانيش داخله في البوس معناتها مش جو نبروفوك با معناتها كان شي حاجه ليه كان ثم بوس دو كاليتي والله كان بوس باش يخدم وباش يخلينا نعطيو حاجه بلوس تون ميو. اما ثم دي كيستيون انا ما نفضلش اني نسالهم حاجه ما تخصنيش معناتها حاجتني
ميم ما نحب نحكي سا شانجري لا في ولا هو هذا اللي قريناه ولا هذا اللي نعرفه اللي يسمعك انت كي باش تقول له طلق تعرس عندي شكون ما عنديش شكون في قفتو اسكو سا فا شانجي كلك شوز في الانفلاسيون اللي عايش فيها في فاتوره السيك اذا كان جاي ارتست ولا هو عنده قصه نجاح اللي يهمنا الفن اللي يعمل فيه كيفاش يخدم فيه اثنين تنجح شنو اللي عرضوه الحاجات الباهين الخايبين باش هو وصل باش كان يسمع فيه حد يحب يعمل نفس الكارير هاو كي يتعلم منه وكذا كان سمعوا حد ما يعرفش الفن هذاك مثلا نقول ما خممش تونس بركه اليوم عندنا فيرسيون ديجيتال سمعوا حد البر يعرف شنو اللي عندنا في تونس هذاك الهدف ميرسي دونك تقول لي انت بك تقول لي انت بوز انا يهمني توا الاولاد هذوما كي قلت لك نهار ثم شكون جاي بحذنا هما ساعه برافو ليهم لو جروب هذايا لي جون قلنا اولاد معناتها سي دي جون هذاك شنو نقصدوا به بالحق راهو نشكيو من الوضع ما نقعدوش كان في الشك وتحرك ما قلناش معناتها انسان يتسرق لك عمرك حاجات يا جون يتسرق لك عمرك وانت قاعد تشكي وتبكي وتجيب كان في النيجاتيفيتي مش باش يبكي ما قلناش ما تتكلمش عندك حاجه اللي تحب تحكي عليه احكي عليه اما ديما انا نخمم يتفرج فيك البر راهي صورة تونس مسؤولية هذيك وانا هذيك نرجع للي غيزو سوسيو راهو اللي يتفرجوا فيه ما هوش التونسي بركة يشوف فيه يا بنيتك انت تمثل في صورة بلدك انا تشوف ساعة ساعة ساعات يبعثوا لي دي تروك دو تيك توك نقول اسكو ريالمون سا بو اكزيستي تويسا هكا تحكي وي مالوغوزمون جون بو ميم با تو ديفلوبي شنو اللي نراه في الليل فيرسيون اخرى موان 50 ans بالحق يا اخي بالحق انا نعرف اللي فما قانون نورمالمون كومون يي كونتينيو ا تو سبريد ينشروا في حكايات بالحق انا راني يفوز سو ريفيي تري تو باش تصدمني هذا باش تصدمني مفو بوكو خاطر جو سوي توليرانت سان بريجوجي اللي عمل حاجه نقول راه مقتنع بها انت خيط رفيع جدا ما بين التوليرانس وانك تمسني في رذيلة مي كونفيكسيون ما بدا وصرت بلاد هاني قلت نعاود نقول يمثلوا نفسهم سي فري باش يقول تونسيه في الاخر محسوبين. لا والله العظيم راهو صدمه كبيره دونك خلينا هاك اسمع عملنا تحويسه كبيره هاك حكينا بالمزود اسمع وقالت لي راني انا نجي نحكي من قلبي تخليني مرتاحه قلت لها احكي اللي تحب عليه فنقول بالحق الكلام اللي قلته راهو شوف كل واحد كيفاش باش يشوفه راهو اللي يحب يشوفه من ناحية إيجابية بشيرة امرأة متصالحة مع روحها عندها رأي تقوله بكل شجاعة يمثلها واللي يحب يرأي يقول لك عصبيح شبينا نحكيه في حكايات كيما هكا نحترمه كيف كيف رأي سي عبير بناني سأل إذا كان ما تحكيش عليه أنت شكون يحكي عليه أنا جي لا بوسيبيليتي دافوار أن ميكرو وباش نحكي عليه وبالانستغرام تاعي باش نحكي عليه ان شاء الله يعطي الامباكت بوزيتيف اللي تحب عليه خاطر ساعات تبدل برشا حاجات صدقني كيجيك النقد بعد ما تتكلم على حاجات كل يوم سي مون كيفاش كوتيديان بلوك كان انسولت وكلام زايد باش تقدر انا نبلوكي خاطر انا واللي ترى هذاك الكل كيفاش الايجابيه نتاعك باقي نحكي مش على الايجابيات الكوميرسيال نحكي على الفري معناتها بوزيتيفيتي اي لا بي انتيريور انت هذايا كيفاش نجم تحافظ عليها مع النقد هذا اللي يصير برشا؟ اي غراس ا مون انتوراج لي جون كو جيم لي فريكونتاسيون تاعي ما فما خدمه بينك وبين روحك؟ اي بيان سور الحمد لله يا ربي انا اول حاجه تعلمتها سي دو ريغاردي مون بلا انت اذا كان كل يوم باش تقعد هذيك نقصتك وذيك شعرها طويل tu seras un éternel insatisfait tu auras toujours حاجه كي تو مانك لو مانكمون في حاجه ديما ماذا بك هذيك وهذيك وهذيك انا نعرف اللي المولى ما عطاش بك ماله اذا عطاني 1 2 3 10 حاجات ونقصوني 6 7 اخرين نتعلم اني جو مي كونتونت ونحمد ربي علي عني باش ما يتنحاش ديجا ومن بعد بشوي بشوي بالايفولوسيون نجم ناخذ هذيك كان تنجم الكونتريبيو في ساعاتي في البي نتاعي وكل شيء نحاول نخدم علي ما جيتش Moi, j'étais une femme extrêmement ambitieuse une fois. Et tu es toujours une femme très ambitieuse. Ou je ne sais pas si tu as fait le maraque, mais je ne sais pas si tu as plus bon argent. مازلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 على مسك.ار تتابعونا سور لي ريزو سوسيو وتلقاو الحلقات الكل على نوتر شين يوتيوب
مازالت منورتني ضيفتنا عبير بناني، والتحق بنا ضيف اخر. هاني باش نقول لكم شكون عبير، باش نحكيو توا على الموندو اللي انت تحبوا، اللي هو موندو سينما. اون بروميير ان تونيزي، لا بروميير فوا فيستيفال انترناسيونال دو سينما سارا قصر غيلان في ولايه قبلي، لي غرايا بارادايس، غرايا بارادايس، باش يكون فما مخيم، المخيم الصحراوي دو 30 اكتوبر au 2 novembre 2024, et c'est la première édition, le 7e art au cœur du Sahara. Je vais dire Sahara. Bravo. Sahara tunisien. Maana مدير مهرجان المهرجان الدولي للسينما في الصحراء السيد حافظ خليفة، مرحبا بك. وبك عايشك. يعني نورتنا في البلاتو، شكرا انك قبلت الدعوه، مرحبا بك في راديو مسك. معايا اليوم الممثله عبير بناني، يعني عندها مسيره ما شاء الله، لكن خدمت برشا سينما. عبير ركزت على السينما، دونك الانيشيتيف هذه لاول مره في تونس وفي الصحراء التونسيه، يعني بالحق اخبري فرح انه نخدم اليوم على ثروه كبيره عندنا في تونس اللي هي الصحراء التونسيه. فاعطينا اكثر فكره على المهرجان هذا. هي الفكره اللي تبعوا فيها اكثر كمخرج وكمنتج في عالم المسرح مش في السينما، يعرفوا ان من 4 سنوات منذ عودتي من ايطاليا انا اسست وادرت المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، وهذايا فكرة مهرجان متنقل كقافلة مسرحية من قرية إلى أخرى. وصلنا إلى 24 دولة، وصلنا إلى في كل عرض يوصل 8000 متفرج. وظفنا كثبان الرمال كمدارج طبيعية، لأن وقت ما نمشوا رفعنا شعار فك العزلة الثقافية على المناطق المهمشة الصحراوية. نال شراكات كبيرة جدا واهتمام كبير برشا، بحكم أنه كانت مهمته نشر الثقافة الفرجوية وثقافة عموما، معناتها لأن اهتمينا برشا مواضيع خاصة في مناطق الصحراوية اللي هي تشكو عجز في البنية التحتية، ما ثماش لا دور ثقافة وما ثم حد شيء. لا كيفاش نستثمروا الجمال الطبيعي هذاك ونوظفوه. برافو. وخدمناها بشكل يعني أكاديمي، بشكل بروفيسيونال. وصلنا 24 دولة وخدمنا على الكوريغرافي، خدمنا ما عملناش المسرح الصحراوي ولا كيما الفكرة تو، ما هيش السينما الصحراوية، لا هي السينما في الصحراء. كيفاش ممكن نوظف الصحراء بكل معاليمها؟ معناتها الصحراء كما نقولوها هو حتى في الفرنسي ثم ديزير وثم سهرة. السهرة موجودة كاش في تونس وفي الصحراء الكبرى متاعنا في افريقيا، ما ثماش معناتها الباقي الكل ديزير اللي هي في العالم. هي ثروة قلت انا ونعتز بها. صحيح. نجحت الفكرة ونجح المهرجان، 4 دورات ولت عندنا شركات كبيرة ياسر واعتراف دولي بالمبادرة. صحيح اعلاميا مانيش منتشرين ياسر، ولكن دوك هذا باش نقول لك، معناتها انت كي قلت لي فاتتنا المعلومه، معناتها عذرا انه احنا ما عندناش المعلومه، لكن هنا فهمت اللي بالحق ما خذاش حقه اعلاميا. احنا البرنامج جديد راه عندنا شهر، فباش نقول لك. اما يعني معناتها انا كي تحكي لي توا على الخدمه هذه الكبيره اللي صارت خاصه معناتها في المسرح وما قاتش معناتها حظها اعلاميا، انا واحده من الناس نتقلق، نقول احنا مقصرين كاعلام، على خاطر مجهود هذا اللي تعمل فيه انت هذا راه مش يخدم في السينما برك، هذا يخدم في البلاد، في الاقتصاد، يخدم في التوريزم، دونك السياحه، الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي، السلم الاهلي الاجتماعي، لان المناطق هذه نتذكروا مليح الذكريات اليمه، يعني في 2021 الحرب الاهليه اللي وقعت على عين السخونه لولا تدخل الجيش الوطني، معناتها كانت باش تقوم كارثه. معناتها الحمد لله ثم مبادرات اليوم انه العمل في على المناطق هذه، يعطيكم الصحه. فانتم بعد التجربه والنجاح هذه اللي نتمنى انه الدوره الجايه للمهرجان مسرح الصحراء هكا، مسرح في الصحراء، مسرح في الصحراء يلقى نجاحها اكثر. كيف الدعوه مفتوحه لك انت ولكل القائمين باش انه وقت اللي تحضروا له تكونوا موجودين معنا في سباحك مسك وفي الراديو، لانه احنا ما نجم نكونوا كان داعمين للتظاهرات هذه. الدوره اليوم اللي كنا نحكيوا عليه اللي هو مهرجان الدولي للسينما في الصحراء هي تدوم 3 أيام. 4 أيام. 4 أيام عندنا احنا 3 أيام، 4 أيام. من 30 لـ 2.
الاثنين دونك اربع ايام ثبتوا لي من المعلومات هني ليكيب تدوم اربع ايام نبداو ساعه بالافلام اللي موجودين في الدوره التاسيسيه اختيار 22 فيلم منها 16 فيلم عربيا واجنبيا نعم. الدول المشاركه فلسطين المغرب العراق البحرين الجزائر ايران مصر اليمن لبنان فرنسا الكاميرون ايطاليا باكستان السويد بلجيكا وتونس هاكا قلتهم الكل ما نسيتش واحده أي. فاحكي لي شويه على المشاركات هذه. المشاركات هذه وقت ما بدينا عملنا الإعلان إعلان استقبال الأفلام لأن في الأخر قررنا أنه وكان متأخر نوعا ما لأنه مسؤولية كبيرة أنك تعمل مهرجان وخاصة ماكش متأكد من الدعم لأنه بلاش دعم ما تنجمش أنت تغامر في الصحراء تمشي لأنه لا ثم لا بوتوات ضوء لا حتى شيء باش تهز جروب نتاع ضوء وإمكانيات كبيرة لازمها تكون وبنية تحتية لازمها تكون موجودة ماهيش عملية سهلة ما عندناش قاعات سينما احنا في الصحراء ولا حتى في ولاية قبيلة كاملة ما ثماش قاعات سينما ما ثماش حتى دور ثقافة هم أربعة ثلاثة دور ثقافة مسكرين لأن ثم عملية تهيئة بالتالي لازم تفكر بالكدا فتحنا باب الترشح مشينا للمنصات بعلاقات أنا شخصيا عندي 25 عام عايش في إيطاليا وخادم في السينما الإيطالية مش معروف في تونس ما خدمتش في تونس ولكن بعدها خادم مدة طويلة مع السينما الإيطالية والعالمية فبثينا المعلومة واستقبلنا قرابة 80 فيلم وكانوا دوكاليتي الناس ربما اعتقدوا هذا قالوا لي الأصدقاء اللي هم معايا حتى في الهيئة المديرة كالتنسيق العام وما إلى ذلك لأن ثم سينمائيين معايا في إدارة المهرجان وفي توجه المهرجان الناس يعتقدوا أنه هو كان مهرجان للهواة فقط ومحلي ووطني ربما وتفاجئوا أن ثم مع عروض أفلام موجودة أخذت جوائز في مهرجان دولية ومنهم حتى الجي سي سي معناتها موجودين معناتها اخترنا الكاليتي وكانت التام مفتوح وهذا نحكي عليه التام بعد كيفاش باش تاخذ الخصوصية متاع المهرجان لأن أول دورة ما نجموش نحصر العباد في تام معينة هي أفلام قصيرة أفلام طويلة ما نجموش لأن احنا كدورة أولى ما عندناش كما قلت لك الانفراستركتور مضطرين باش نخدموا كانش في الليل لازمك تتدب بلي كونديسيون اللي عندك ما انت جروب اوموجين النهار خصصناه الورشات التكوينية لديبال جولات سياحية وما إلى ذلك في الليل والماستر كلاس وما إلى ذلك وفي الليل البروجيكسيون على قلب الصحراء عندنا ثلاثة حاجات تخيلها بركة لازمنا نمشيوا أنا الفكرة متاعي كيش وظفت كثبان الرمال نسموه عرق الرملة احنا العرق نعم العرق هذا يمتد الطول متاع الارتفاع يوصل 40 متر وينفتح على 80 و100 متر اللي هو نكوفروا به الواحات على زحف الرمال على التصحر وعبر الزمن يرتفع هذا جربناه ولا كأنه شاشة عملاق وهذا اللي باش نعملوه باش نعملوا بروجيكسيون على عروق وهو حاد تقوش عليها كرون مايلة شوية وكذلك باش نخصوا فضاء باش للكومبيتيسيون اوفيسيال لان يلزمها باش نتحسف شوي اسمحني باش نكمل لازم خاطر من قبل وانا نحكي وعزه ابراهيم نتخرج جورناليست اللي يعطيها صحه ديما نحييها على المجهود اللي تعمل فيه في الريجي تقول لازم نخرجوا بوز ونرجعوا دونك نكملوا الحديث معاك مازلتوا تسمعوا فينا على راديو مسك 106.9 على مسك.ار تتابعونا سور لي ريزو سوسيو تلقاو جميع الحلقات سور يوتيوب منورتني في البلاتو عبير بناني ومنورني زايده سي حافظ خليفة اللي هو مخرج سينمائي ومسرحي خبره كبيره واليوم هو مدير مهرجان الدولي للسينما السينما في الصحراء واللي هذا مش غريب خاطر ديجا هو عمل المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء حكينا عرفتنا شوية وانت قاعد تحكي قاعدين تخيلوا في الجو ذيك السوح بلاس أنا مشيت وقعدت نستخيل كيفاش بالحق عبير تخيل عنا عنا ambiance extraordinaire الصحراء متاعنا راه وعنا une richesse extraordinaire rien que le secteur هذيك normalement يدبرنا نشتر البيجي متاع التوريزم لازم الحق عنا دولت لا يهبلوا عنا المهرجانات هذوما التوينس راهم يكونسوم بوكو الصحراء هو يقول لك
يهبط كاتكات ويصرف غالية راه. عندنا سياحة داخلية كبيرة برشا. إنورم التونسي اليوم يكامب يعمل خيمة فوق 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 كرهبته. أني با دوني راهي أون بارل دو 2000-3000 أورو لا تونت إي فواغ بلوس. أما اليوم الخدمة عبير هذايا في مهرجان كبير كيما هكا ماهيش تو على كان السياحة الداخلية. ماذا بينا ديما قلتها أما راهم يجيو للي غالي يجيو يعملوا ثم رالي في الفترة هذيك عندنا رالي انترناسيونال وعندنا دي ماراثون دي ماراثون غادي نجيو في نفس الوقت في نفس الوقت وعندنا زاد مانيفيستاسيون بالشراكه معها باش تكون اللي هو سباقات الطاقه والتحمل على الخيول يعني فما تنسيق على قداش من حدث في نفس الوقت أي. هما بالزهر في نفس الوقت ابارامون ولا خاطر لا لا هو هي لانه ثم عطله عطلة نوفمبر اللي هي تبدأ من 27 حتى لكن سي حافظ احنا شو نقولوا ماذا بينا هي به سا كوانسيدي خاطر فيها عطلة لكن ياريت اليوم الجهات المعنية تتلهي بأنه حاجات كيما هكا تتنظم فرد وقت يولي مهرجان الصحراء مهرجان كبير معناتها مش مهرجان بعنوان مهرجان كلاسيكي لكن فيه سينما فيه رالي فيه برشا حاجات يتحرك عن احنا مواعيد كبيرة موجودة حاليا في الجنوب التونسي وخاصة في ولاية قبلي اللي هي احنا يسبقنا مهرجان الشعر الشعبي الدولي هذا يوفا للترونت احنا نبدأ وبعد ثم مهرجان نجع الفن وبعدها ثم مهرجان جني التمور باش يبدا في اول ديسمبر بعد المهرجان الشيخ المهرجانات المهرجان الصحراء الدولي بيدوز ديجا في الاجنده الثقافيه منسقين ديجا في هذايا احنا اعز فصل هو الخريف في الجنوب التونسي كجني التمور وما الى ذلك وحتى الطقس لا يسخونه لا بارد لا طقس فرصه باش تمشي السينما نعرف السينما راهي السينما العالميه تعرف ان تونس الشمس نتاع تونس بالنسبه للمديري التصوير يعرفوا اقوى لوميير وموند اقوى لوميير واحسن لوميير في العالم اقوى لوميير بور لي فوتوغراف اي بور لي فوتوغراف اللي يجيو في الفتره هذه بالذات نتاع اكتوبر جون جاك نو الى تورني بلاك جولد افيك انطونيو بانديراس في الصحراء باش نقول لك على حد اسم اخر توا وانت تعرفوا اللي هو باش يكون موجود في المهرجان هي باش تكون يعني ثم لي ورك شوب دي اتوليي اللي باش يكونوا موجودين باش تكون موجوده سهير بن عماره في اتوليي اكتور دوفون لا كاميرا سي اون اكتريس دو تالنت وكنا ضيفتنا ونورتنا وديما فرحانين باللي تعملوا سهير ونشجعوها فيه دونك ثم لو رياليزاتور انيس لاسود في اتوليي انفون دوفون لا كاميرا سي تري انتريسون عبد الحميد لو غران زيد عبد الحميد بوشنيق في اتوليي سيناريو Et le réalisateur Abdelhamid Jbeliya fit atelier film document. Donc j'ai tout décalibre في كل حاجة. Avec Marwan Trabelsi. في الريبريز في التصوير هذا خاص للشباب مروان ترابلسي في الريبريز في التصوير تحية ليه لكل اللي باش يكونوا حاضرين وماشيين برافو بور سو شوا يعطيكم وعندنا معز القديري باش يعمل ماستر كلاس زاد باش يجي وباش يعمل لمة كبيرة على مع الناس اللي زادينون لأن ولد مدنين حتى هو صديقنا اكسلون بيرسون اي اكتور قيمة فنية وإنسانية برشا كلهم تحمسوا كفنانين على فكرة ثم اللي قال أنا المطلب حد شيء قال نجي مجانا في إنيسياتيف كما هكا امشي أحضر تفرج ثم معتها ما نحبش نسميها ياسر ما نحبهاش الكلمة تاك الندوة العلمية لا ندوة حوارية هي باش نعملوها باش نجيبوا بعض المنتجين وحتى السينمائيين باش نحكيوا على السينما والصحراء السينما الصحراء التونسية كيفاش نرجعوا الصحراء التونسية وجهة سينمائية نعرف أن في السبعينات والثمانينات والتسعينات تونس كانت تجيها من بلدان العالم باسيون انجلي ستار وورز زفرين اللي صور بولد. لهنا كلهم صوروا لهنا وقت ما نحكي والصحراء مينهم اليوم مش كل المغرب وخي عبير ومشاو الأردن المغرب وماشي توكا حتى السعودية تاخذ برشا نصيب عبير وانت هكا وانت تحكي معاه وتسمع ما حاستك حاسة اللي عبير لا خاطر تا لوكازيون كي يجيو دي برودكسيون اترانجير جينيرالمون يجيبوا الفيرست رول اما الباقي كله عاملين كلهم توانسة الماكيور الكوستومي قرب 5000 6000 واحد قديش كان يدخل فلوس ويه. الاسيستان وتكنيسيانات بخل فاحنا ياخذونا عبير يكونش هذه فرصة انك انت تتشجع وباش ترجع للانتاج وترجع عمري ما عملت انتاج ما لا تنتج روحك مش انك تنتج انك تخدم معناتها انك يا ما انا باش نمشي نتشحت براسهم ما نعملوا لي كاستينغ انا جي با لا غروستيت اللي كلمني نمشي نخدم اذا يرقاني في الريجيستر كي تغيب عبير كي تغيبك الفتره لا مانيش غايب انا موجود
انا موجوده اي ديسپونبل يهز تليفون يعمل لي كاستينغ موجوده عمري ما قلت ليه للتمثيل سي ما باسيون بالك شي تاع برشا ناس عندهم المعلومه يقول لك عبير بين تونس والبرا بالك شي ماهيش هذيك كل واحد شي يحب يحكي معلومه اخر مره عملت ان بو تو بيتي رول والله نهارتها وليدي مريض وحطيت في الكلينيك ومشيت صورت فيغورانت une production slovaque au moins خدمت التوينس وخدمتها ولدي ملوح في الكلينيك ومشيت روحت به خد فيغورانت والله فيغورانت زوز كليمات قلتهم بالفرنسي وروحت جي جامي دي نو جي جامي دي نو ديجا لا بروف ان اليوم كي كلمتها عبير وقلت لها حتى باش يكون معنا في الحصه هذه قالت لي بالعكس نحب الحاجه اللي تشجع الانتاج التونسي اللي تشجع الفن التونسي انا جو سوي ايمرفيي على البيرسيفيرونس تاعك على خاطر جيماجين كو سي با دوني باش تقعد تدور وتاخذ في السبونسورينغ باش الوتله برا وين باش تسكن العباد مسؤوليه باش تجيب دي انفيتي ابري تو سو كي بارتيسيب بفلامهم افيك بعيد على المطار زاد صعيبه ترونسبور تاعكم صعيب برشا كتكاتب قداش تكلف يعلم ربي انا برافو عليك عبير احمد انت قلت لي راني جيت اسمعني نحبك انت الكاميرا هذيك اللي هي اللي تبعتك انت باش عملنا البروموسيون للمهرجان اليوم باش الناس تحضر وتتبع الفعاليات الكل واللي نجم يمشي تحبوا تعملوا جو تحبوا تشيخوا تحبوا تنفعوا بلادكم هزوا كريهبتكم عملوا 3-4 جروب ولا شكان هزوا رواحكم للصحراء يوغا ان فيستيفال افيك ان كونتوني اكسيبسيونيل افيك بلوزيور فيلم اون كومبيتيسيون برا مشيو تفرجوا ما نعرفش جيماجين لاكسيل اي غراتوي غراتوي لا غراتوي دونك تفرجوا تمتعوا روحكم بفرجه افلام بروفيسيونيل ماهمش اماتور وحتى كان ترقى زعات دي اماتور افلام بهين فوزوري لوكازيون دو فوار نو ستار معز قديري ونخاف نسمي بعديك انا زاد عروض تنشيطيه في الكلوريه موجوده معناتها اللي هي ورك شوب سا بو اتر تري بينيفيك لاي انسان عادي لو مسيو لامدا يمشي يعمل ورك شوب راهو سي حتى الاقامه العائلات ولا شباب وعاملين معناتها ب 50% ريميز معناتها اشتر موتيفاسيون 50% ات كامبيو امشي انت وعائلتك تتفرج في السينما في العرق تعمل شيخه عالميه اما روضه عبد الله زاده موجوده في الاختتام باش تعملنا او باش تعملنا ساعه او باش نرجعوا باش تعملنا كادو اخر باش نشجعوا الفيستيفال انه احنا سور لو ديجيتال باش نهبطوا الكونتوني هذايا من راديو مسك وعبير بناني والباج اوفيسيال هكا نعملوا لو ماكسيموم بوسيبل دو بارتاج جوست بوغ كلوتيغ نقولك حاجه راهو كل انسان ريتو مقابلني وموتيفي وناجح في اللي يعمل فيه انا ما نصور منه حتى فرق نهار طول ستوريات للتوينسه اللي تنجح اي برودوي تونسي ننجح شجعت ظلمة شجعت اركز هيب هوب شجعت المهرجان توا برافو عبير ونحب نختم معاك اخر حاجه تحب تقولها لنا على المهرجان ساعه ميرسي برافو اللي تعمل فيه يعطيك الصحه وهذا مش كلام راهو ولا رمي ورود من القلب اقل حاجه نجمو نعملوها الدعوه كيف نعاود نقول لك مفتوحه البلاتو على ذمتكم وغاديو مس كيف لليمات الجايه اللي مازلتوا تحبوا تحكيوا فيها على المهرجان احنا راهو نحبوا نستقبلوكم ونحبوا نسمعوا برافو ملكا دونك ميرسي اللي حبيت نقوله احنا ديجا ما ذكرناش التفاصيل الاخرى لان ثم عروض تنشيطيه مهمه قل جدا قل ثم اللي احنا باش نستقبلوا ماهيش ثم ناس حتى باش جايه باش تحوس لانه ثم قصر روماني قديم معناتها اثري موجود في كسر غيلان هي منطقه 120 كيلومتر ما بين دوز ومدنين وتطاوين ومطماطه يعني الجانب السياحي موجود والجانب الثقافي موجود وحتى الجانب الترفيهي موجود لانه احنا عندنا شيء ما العوني كوريغرافي زاد باش تكون في الافتتاح عندنا الرسم بالرمال باش يكون موجود زاد معنا حبيب الغرابي وفي الاختتام صديقتنا الفنانه روضة عبد الله باش تكون موجوده بسم الله تحيه ليها وباش اللي باش يجيو مش فقط باش يشوفوها باش نتبعوها باش نتبعوهم باش نخصصوا اماكن يعني قاعد عربي على اساس ان يشوفوا الافلام في قلب الصحراء حتى عندنا اكرون عندنا ثلاثه بلايص كما ذكرت ان ثم الاكرون اللي هو ناتوريل اللي هو كثبان الرمال واكرون خاص بالمسابقه الرسميه ولكن
في جلسه باللي بوف وقاعده عربي وحتى بالمرجو حاجه حلوه برشا. وصلنا لاخر ليميسيون اللي باش يشوفوا اكثر تفاصيل شنو هما الصفحات اللي يلقاو عليهم. صفحتنا هي في الفيسبوك لو فيستيفال انترناسيونال دو دو سينما وسهرة، تنحطوا الليان كل نفس الشيء، تنحطوا الليان الكل في الباج وتتابعوا. ميرسي بوكو، شكرا، ونتمنى النجاح يكون حليفكم. واكيد باش يكون كامبينغ هو بارادي القرعة، يعني كامبينغ موجود وديجا هبطنا عليه، معناتها الظروف اللي قامت كيفاش كل شيء حاضر. فاللي باش يعمل فاكونس وخاصة اللي باش يخمم هكا حتى 1% انه يخرج خارج تونس، ميساج هذه راهي نحب نقولوا اليوم، مش لازم يبرمجها السلعة هذيا، يمشي سور بلاس ويحضر في المهرجان على خاطر يستنى فيه بروجرام ياسر حلو، وهكا نكونوا نشجعوا اقتصاد البلاد بالحركات اللي كيما هذه، انك تاخذ قرار انك تقعد في تونس وتعدي الفاكونس في تونس. هذا للناس اللي عندها امكانية وتبرمج البرا، ماذا بينا يقعدوا الفاكونس هذيا في تونس ويحضروا في المهرجان. عبير نحب نختم معاك، ميرسي ساعة بوغ سو بارتاج، ميرسي على قلبك الكبير، على الانرجي اللي عطيتنا للبلاتو، وحنا زيدة والله عبير. ميرسي. دونك شنو تحب تقولنا في الاخر؟ كونتينوي جو سي كو سي با اون تاش سي با اون تاش فاسيل نو بيس با لي برا خاطر اون كونسوم با مالوروزمون اوجوردي كو دو لا ميديوكريتي كونتينو. ميرسي ميرسي برافو عليك يا سيدي، شكرا بون 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 ترافاي ا تو الموند. نورتوني زوز، تعديت حصة بالحق ياسر حلوه معاكم، ومتاكده اللي الحصه هذه باش تنجح نجاح سبيسيال. تابعونا غدوه كالعاده من 8 ل 9 في برنامجكم صباحك مسك على راديو مسك 106.9.